ما هو ميقات أهل السودان؟ نعم، أهل السودان إذا جاءوا قصدا إلى جدة فميقاتهم جدة، وإن كانوا أتوا من الناحية الشمالية أو الجنوبية فإن ميقاتهم قبل أن يصلوا إلى جدة. إن جاءوا من الناحية الشمالية فإن ميقاتهم إذا حاذوا الجحفة أو رابغا، وإن جاءوا من الجهة الجنوبية فإن ميقاتهم إذا حاذوا يلملم وهو ميقات أهل اليمن. فيكون أهل السودان مختلفا ميقاتهم بحسب الطريق الذي جاءوا منه. بارك الله فيكم.